الدهور كيفون؟ اليوم رح نعمل كتير شغلي حلوية. خليكم معنا، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، لا تنسوا كل يوم تضغط على الجرس. يلا نبلش. كيفكن يا حلوين؟ رجعنا لكم بفيديو جديد، واليوم جنى رح تعمل لكم كيك طيب كتير، كيك بالحليب والشوكولات. عنا هون بيض وسكر، رح نخفقه حتى يصير لونه أبيض. يلا يا جنى. ومعلقة صغيرة فانيلا. مرة ثانية. وهلا رح تحط معلقتين كبار كاكاو. هلا ايمي جنى رح تحط كاسة حليب فوق الكيك وهي سخنة قبل ما تبرد. يلا ضيفي الحليب يا جنى. هلا هي بتتشربه لانها سخنة شوي شوي. وهلا رح نستناها لحتى تبرد. بس وسخت ملابسي. هاي الكيكة صارت، وهلا جهزناها. يومي متحمسة أكبر. الكيكة
كيكة كتير لذيذ وعجبتني كتير كتير كتير. طيبي كتير. أنا كتير عجبتني هاي الكيكة، شوفوا قديش أكلت منها. حطيت لكم المكونات بسلسلة. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب هذه السوبيات وغلطة فيديوهاتي. تعملوا هاي الكيكة كتير لذيذة.